بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواني الأفاضل وأخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا في الدروس عن تعلم اللغة الإنجليزية. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخواني الكرام، وإياكم خلف الميكروفون أخوكم عنات الله خان. ما زلنا مستمرين في الدروس عن الـ tenses أو الأزمنة، واليوم بنتكلم مزيد عن الـ future simple أو المستقبل البسيط، وبنتكلم عن الـ how to make interrogative sentences be going to form، يعني كيف ننشأ ونكتب الجمل السؤالية والاستفهامية في زمن المستقبل البسيط في النوع الثاني اللي نسمي be going to form. في درس سابق تكلمنا عن النوع الأول اللي نسمي will form، وإذن عندنا vocabulary أو المفردات. أخواني الكرام، قبل ما نبدأ درس اليوم بنتكلم شوية عن الـ how to make affirmative sentence be going to form، يعني كيف نكتب وننشأ الجمل الثابتة في زمن المستقبل البسيط في النوع الثاني اللي مثل ما قلنا be going to form. ومثل ما شفنا في الدروس السابقة، إذا نبغي نكتب الجمل الثابتة في زمن المستقبل البسيط في النوع الثاني، أول شيء نحط ونستخدم subject أو الفاعل، وشيء ثاني نحط be going to، وشيء ثالث نحط first form of the verb يعني أول حالة الفعل، وأخيرا نحط object or ROS يعني مفعول أو بقية الجملة، ROS يعني هاي rest of the sentence يعني بقية الجملة. والجملة اللي عندنا أخواني الكرام، عائشة is going to finish her homework، يعني عائشة بتخلص واجباتها. في هاي الجملة أخواني الكرام، عائشة هاي subject، is going to يعني هاي is هاي شكل البي، وبعد شوي بنتكلم يعني متى نستخدم is و are و am، ودرسنا هاي الشيء في الدروس السابقة، لكن احنا اليوم بنتكلم شوية عن الأشكال البي إذن. وفينش هي أول حالة الفعل، ومثل ما قلنا بعد الـ is going to دائما نحط أول حالة الفعل، ما نستخدم حالة ثانية ثالثة رابعة أو خامسة. و her homework هاي مفعولة وبقية الجملة. والحين نتغير نفس الجملة إلى جملة مختصرة اللي نسمي contraction in affirmative sentence، يعني اختصار في جملة ثابتة في زمن المستقبل البسيط في النوع الثاني اللي نسمي be going to form. فالجملة مختصرة بتكون Aisha's going to finish her homework، يعني عائشة بتخلص واجباتها. في هاي الجملة أخواني الكرام، جمعنا subject مع be going to، يعني جمعنا subject مع be going to. مثل ما قلنا على مكان البي عندنا is، فجمعنا عايشة و is مع بعض، فأصبحت كلمة واحدة اللي عايشاز، وباقي جملة نفس الشيء. وأيضا how to make negative sentences be going to form، يعني كيف نكتب وننشأ جمل منفية في زمن المستقبل البسيط في النوع الثاني اللي نسمي be going to form. شفنا هاي الموضوع بالتفصيل في الدروس السابقة مع الأمثلة، لكن قبل ما نتكلم في الدرس اليوم حاب أتكلم شوية عن هاي الموضوع أيضا. ومثل ما شفنا في الدروس السابقة، إذا نبغي ننشأ جمل منفية في زمن المستقبل البسيط في النوع الثاني اللي مثل ما قلنا be going to form، أول شيء نحط ونستخدم subject أو الفاعل، وشيء ثاني be، وبعدين البي نحط not، وبعدين going to، وبعد ال going to نحط first form of the verb يعني أول حالة الفعل، وأخيرا object أو مفعول أو بقية الجملة، أو مثل ما قلنا ROS يعني rest of the sentence. المثال اللي عندنا Aisha is not going to finish her homework، يعني Aisha ما بتخلص واجباتها. في هاي الجملة أخواني الكرام، عايشة هاي subject و is هاي الشكل ال be، not أيضا حطينا، وحطينا going to، وبعد ال going to حطينا أول حالة الفعل، وأخيرا حطينا مفعول. فنتغير نفس الجملة إلى جملة مختصرة بالموضوع ال contraction أو الاختصار. contraction in negative sentence يعني اختصار في جملة منفية في زمن المستقبل البسيط في النوع الثاني اللي نسمي be going to form. فالجملة بعد الاختصار بتكون Aisha isn't going to finish her homework، يعني Aisha ما بتخلص واجباتها. في هاي الجملة أخواني الكرام، نفس الجملة لكن جمعنا be مع not، يعني شكل ال be اللي عندنا is وعندنا not، فجمعنا be و not مع بعض، وأصبحت هاي كلمتين كلمة واحدة اللي هي isn't، وباقي جملة نفس الشيء. فالحين نتكلم أخواني الكرام موضوع اليوم how to make interrogative sentences be going to، يعني كيف نكتب وننشأ جمل سؤالية والاستفهامية في زمن المستقبل البسيط في النوع الثاني اللي نسميه be going to. فيعني ما هو القواعد؟
فالقواعد اخوان الكرام، اول شيء في الجملة نحط بي، وطبعا مثل ما قلنا نحط اشكال البي اللي is و are و am. والحين السؤال مثل ما شفنا هاي الموضوع، يعني متى نستخدم is، متى نستخدم are، ومتى نستخدم am. اذا كان الفاعل في الجملة يكون he she it او singular يعني مفرد، فنستخدم is على مكان البي. إذا كان الفاعل يكون you, we, they أو plural يعني جمعة، فنستخدم are مال هاي الأفعال. إذا كان الفاعل يكون I نستخدم am. وبعد البي نحت ونستخدم subject أو الفاعل، وشيء ثالث نحت going to، وشيء رابع نحت main verb first form of the verb يعني نحت فعل رئيسي ونحت أول حال الفعل، وشيء خامس object or ROS يعني مفعول، or ROS يعني rest of the sentence يعني بقية الجملة، وأخيرا نحط question mark يعني علامة استفهام. هاي القاعدة لإنشاء الجمل السؤالية والاستفهامية في زمن المستقبل البسيط في النوع الثاني اللي نسمي be going to. والحين أخوان الكرام، الموضوع اليوم how to make interrogative sentences، يعني كيف نكتب وننشأ جمل سؤالية في زمن المستقبل البسيط في النوع الثاني اللي مثل ما قلنا be going to، يعني ما هو القواعد. الحين بنشوف بأكثر وضوح في الجدول، ومثل ما قلنا في بداية الجملة نحط أشكال البي، وعندنا is و are و am، هاي ثلاثة أشكال البي. وشفنا قبل شوية يعني متى نستخدم is ومتى نستخدم are ومتى نستخدم am، وبعدين نستخدم subject أو فاعل، وبعدين going to، وبعدين first form of the verb يعني أول حال الفعل، وبعدين نحط object or ROS يعني مفعول أو بقية الجملة، وبعدين نحط question mark أو علامة الاستفهام. الجملة اللي عندنا is عائشة going to finish her homework، يعني هل عائشة بتخلص واجباتها؟ في هاي الجملة أخواني الكرام أول شيء is هاي شكل ال be، وليش حطينا is، ليش ما حطينا are أو am؟ شفنا قبل شوية يعني نستخدم is إذا كان الفاعل يكون he و she و it أو singular. وبعد ال is عندنا عائشة هاي subject، وبعد العائشة عندنا going to، وبعد ال going to عندنا أول حال الفعل، وبعدين عندنا مفعول، وأخيرا عندنا علامة الاستفهام. فهاي القاعدة لإنشاء الجمل السؤالية والاستفهامية في زمن المستقبل البسيط في النوع الثاني اللي نسميه be going to. والحين أخواني الكرام نشوف affirmative to interrogative sentences، يعني كيف نتغير الجملة الثابتة إلى جملة السؤالية والاستفهامية. فأول شيء نأخذ الجملة الثابتة، وبعدين نتغير هاي الجملة الثابتة إلى جملة استفهامية أو سؤالية. أول جملة اللي عندنا أخواني الكرام حمدان's going to answer the question، يعني حمدان بيجوب السؤال. في هاي الجملة عندنا أخواني الكرام contraction أو الاختصار، حمدان's هاي بالحقيقة كلمتين حمدان و is، جمعنا حمدان و is مع بعض فأصبحت كلمة واحدة اللي هي حمدانز. هاي جملة ثابتة، ونتغير هاي جملة ثابتة إلى جملة سؤالية والاستفهامية. فالجملة الاستفهامية بتكون is حمدان going to answer the question، يعني هل حمدان بتجوب السؤال. في هاي الجملة أخوان الكرام is هاي الشكل البي، وبعدين حمدان هاي الفاعل going to، وبعدين حطينا answer هاي أول حالة الفعل، the question هاي مفعول، وأخيرا علامة استفهام. فنستخدم جملة ثانية، سلامة is going to call her mother، يعني سلامة بتتصل بأمها. في هاي الجملة أيضا أخوان الكرام عندنا contraction اللي سلامة، يعني سلامة هاي مجموعة كلمتين سلامة و is جمعنا سلامة وال is مع بعض فأصبحت كلمة واحدة اللي هي سلامة. فالحين هاي جملة ثابتة نتغير إلى جملة سؤالية أو الاستفهامية. فالجملة السؤالية بتكون is سلامة going to call her mother، يعني هل سلامة بتتصل بأمها. ونفس الشيء اخوان الكرام is هاي شكل البي، وبعدين الفاعل السلامة، وبعدين going to، وبعدين call هاي اول حالة الفعل، وبعدين her mother هاي مفعول، واخيرا علامة استفهام. واذا ناخذ مثال الاخر، they are going to collect books، يعني هم بيجمعون الكتب. في هاي الجملة أيضا عندنا اختصار اللي they، يعني جمعنا they و are مع بعض فأصبحت كلمة واحدة اللي هي they. الحين هاي جملة ثابتة، ونتغير هاي جملة ثابتة لجملة سؤالية. فالجملة السؤالية بتكون are they going to collect books، يعني هل هم يعني بيجمعون الكتب. والحين أخوان الكرام affirmative, negative and interrogative sentences، يعني نأخذ جملة ثابتة ونتغير هاي جملة ثابتة إلى جملة منفية، بعدين بنتغير هاي جملة ثابتة إلى جملة استفهامية وسؤالية. طبعا مثل ما قلنا يعني احنا اليوم نتكلم للنوع الثاني اللي عندنا في المستقبل البسيط اللي نسميه be going to. في الدرس السابق تكلمنا عن ال will form. فأول جملة اللي عندنا
راشد's going to visit his friend يعني راشد بيزور صديقه في هاي الجملة. إذا عندنا اختصار أو contraction جمعنا راشد و is مع بعض فأصبحت كلمة واحدة اللي هي راشد's. والحين أخوان الكرام نتغير هاي جملة ثابتة لجملة منفية، فجملة منفية بتكون راشد isn't going to visit his friend يعني راشد ما بيزور صديقه. في هاي الجملة أخوان الكرام راشد هاي فاعل، isn't هاي contraction أو الاختصار، يعني جمعنا is و not مع بعض فأصبحت كلمة واحدة اللي هي isn't، وبعدين going to وبعدين visit هاي أول حالة الفعل، و his friend هاي بقية الجملة. فالحين نتغير الجملة الثابتة إلى جملة سؤالية، فالجملة السؤالية بتكون Is Rashid going to visit his friend؟ يعني هل راشد بيزور صديقه؟ في هاي الجملة أخوان الكرام مثل ما قلنا أول شيء is هاي الشكل البي، وبعد الشكل البي حتينا راشد هاي الفاعل، وبعدين going to، وبعدين أول حالة الفعل، وبعدين مفعولة وبقية الجملة، وأخيرا علامة استفهام. ناخذ مثال الآخر They are going to swim in the pool يعني هم بيسبحون في الحوض. هاي جملة ثابتة، نتغير هاي جملة ثابتة إلى جملة منفية، فجملة منفية بتكون They aren't going to swim in the pool يعني هم ما بيسبحون في الحوض. ونتغير الحين جملة ثابتة إلى جملة سؤالية، فجملة سؤالية بتكون Are they going to swim in the pool يعني هل هم بيسبحون في الحوض. وأيضا ناخذ أمثلة أخرى. المثال الآخر اللي عندنا I'm going to play tennis يعني أنا بلعب لعب التنس. هاي جملة ثابتة، نتغير جملة ثابتة لجملة منفية، فجملة منفية بتكون I'm not going to play tennis يعني أنا ما بلعب لعب التنس. والحين نتغير جملة ثابتة إلى جملة استفهامية أو سؤالية، فجملة بتكون Am I going to play tennis يعني هل أنا بلعب لعب التنس. وأيضا نأخذ المثال الآخر We are going to leave the office at 2 o'clock يعني نحن بنترك المكتب على الساعة 2. هاي جملة ثابتة، نتغير هاي جملة ثابتة إلى جملة منفية، فجملة منفية بتكون We aren't going to leave the office at 2 o'clock يعني نحن ما بنترك المكتب على الساعة 2. ونتغير هاي جملة الحين إلى جملة استفهامية، فجملة استفهامية بتكون Are we going to leave the office at 2 o'clock يعني هل نحن بنترك المكتب على الساعة 2. فالحين أخوان الكرام عليكم أن تكتبون على الأقل 5 جمل ثابتة، وبعدين تغيرون هاي جملة ثابتة إلى جملة منفية، وبعدين إلى جملة استفهامية. والحين أخوان الكرام ناخذ vocabulary أو المفردات. أول الفعل اللي عندنا know يعني يعرف، حالة ثانية new، حالة ثالثة known، حالة رابعة knows، حالة خامسة knowing. والفعل الثاني اللي عندنا lose يعني يفقد، حالة ثانية lost، حالة ثالثة lost أيضا، حالة رابعة loses، حالة خامسة losing. والفعل الثالث اللي عندنا do يعني يفعل أو يسوي، حالة ثانية did، حالة ثالثة done، حالة رابعة does، حالة خامسة doing. وأخوان الكرام الفعل do مثل ما شفنا في الدروس السابقة في زمن المضارع البسيط يعمل كفعل المساعد، لكن أيضا يعني يعمل كفعل رئيسي إذا ما كان موجود في الجملة فعل مساعد. فالفعل do يعمل كفعل رئيسي، لكن إذا كان الفعل الرئيسي موجود وموجود الدو مع الفعل فيعمل الدو كفعل المساعد. وبعد الدو عندنا need يعني يحتاج، حالة ثانية needed، حالة ثالثة needed أيضا، وحالة رابعة needs، حالة خامسة needing. وبعد النيد أخوان الكرام عندنا open يعني يفتح، حالة ثانية opened، حالة ثالثة opened أيضا، حالة رابعة opens، حالة خامسة opening. فهاي الأفعال الحين عليكم أن تستخدمون هاي الأفعال في الجمل جملة ثابتة، وبعدين تتغيرون هاي الجملة ثابتة إلى جملة منفية، وبعدين إلى جمل سؤالية. وانتهى درس اليوم. إذا عندكم أي ملاحظة تقدرون ترسلون على الإيميلي. وأيضا أخوان الكرام لا تنسون من صالح دعائكم، وجزاكم الله خير على حسن المتابعة. تابعونا مزيد من الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.